اكيد يعني مين دو كاناريو عش الكناري عش الكناري نو تي نادا يا ناسيو جا ني بريمافيرا ني عش الكناري بريمافيرا ما في شايفين محلاه هذا عش الكناري. سلام، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. انا هاني وهذه قناة القلعة السعيدة، ويا هلا ومرحبا فيكم. معانا تعديلات كثيرة على البيت المهجور، ومعانا كمان تعديلات في نظام الفواصل، الحواجز اللي عاملينها احنا للأغنام والدجاج، فراح نعمل تعديلات كثيرة، نغير فيها الحواجز، نعمل فيها تعديلات، نعمل أشياء جميلة وترتيب، لأنه من الآن راح يبدأ العمل. هذا البيت المهجور اللي لنا فترة وإحنا نفكر إيش نستفيد منه، ايش التعديلات اللي نعملها فيه. البيت نظيف يعني ما هو سيء، لكن في شغلات يحتاج لها تعديل، في شغلات يحتاج لها تغيير، خاصة هذه الغرفة اللي هنا غرفة سيئة للغاية، مبنية بطريقة عشوائية. طبعا انبنت كإضافة بعد بناء البيت، فاللي أضافها بشكل سيء للغاية، ما خلى الجدار يعني مستوي ولا خلاه مثبت مع جدار البيت، حطه بشكل عشوائي، يعني كأنه بناي أو باني مبتدي. فبنضطر أن احنا نزيلها ونعمل زي البرندة في هذا الجهة الخلفية. فبتكون معانا في هذا البيت برندتين، برندة كبيرة وهذه بتكون برندة صغيرة. أندريه بومجيا هاني تدبين هاني. فكرت كيف أستفيد منها، كيف أعدلها، ما في سيئة للغاية، لأنها أولا مش مثبتة في جدار المبنى، شايفين؟ فمهما عدلت راح تظهر الشروخ مع الوقت، شايفين؟ ما في أي اتصال في جدار المبنى. حط البلوك مباشرة، غير أنه بناء سيء، الشيء الثاني أنه مش ملتصق مع مبنى البيت، فالأفضل لنا أزيله ويكون منظر البيت حلو. هذا أول خطوة راح نعدل في هذا البيت إن شاء الله بإذن الله. كويدادو بيزادو. طبعا هذا الجدار بنشيل جزء منه مش كله، علشان اخليه بنفس مستوى هذا الجدار، ان شاء الله بنعمل تغطيه الشبك ويكون هذا المكان معزول تماما على الحيوانات. اكيد هني مين دو كناريو عش الكناري تنتو فيا يا نو نادا يا ناسيو جا ني بريمافيرا ني عش الكناري ما في، شايفين محلاه؟ هذا عش الكناري. كويدادو. طيب وين أوديه الآن؟ وين أحطه؟ شايفين عشوش كثيرة هنا في البيت، هذا كمان عش ثاني، أعشاش كثيرة في البيت، خاصة في وقت الصيف، موسم الصيف العصافير بتنتشر وبتبني بيوت وعشوش. والآن قطعنا شوط في إزالة هذه الغرفة السيئة العشوائية، شايفين محل المنظر من هنا. المخلفات اللي بتطلع معانا من تكسير الغرفة بنحطها هنا في هذه الأماكن عشان نساوي فيها الاختلافات في مستوى الأرضية هذه، ونخليها مستوى واحد إن شاء الله. بالنسبة للمظلة بنحتاج الرتفة مرة ثانية، لأنه نحتاج المكان هذا يكون مظلل مشان ما يدخل الماء للبيت. فالعمدان الثلاثة هذه الخرسانية بنخليها زي ما هي، والسطح الخشب بنعدل بعض الأشياء ونغير بعض الخشب ونرتب المظلة بحيث تكون أجمل. خلصنا إزالة الغرفة اللي كانت هنا العشوائية، وشلنا كل مخلفاتها إلى خلف البيت عشان بنساوي فيه الأرضية اللي هنا، لأنها مش مستوية، شايفين الأمور لسه ما زالت متدربكة، الأرضية هنا مش مستوية، مكان منخفض ومكان مرتفع. خلينا المخلفات هنا كلها، بعدين بندكها إن شاء الله بالدكاكة، وعدلنا الشباك اللي نعزل فيها الحيوانات
كانت داخل، فخليناها الآن ملتصقة بالبرندة بحيث أنه اللي يجي على البرندة يشاهد الحيوانات من كل الجهات، فالمنظر جميل جدا. على العموم هذا المكان راح ندكه ونسويه، خليه قطعة واحدة، وسوينا هنا كمان عازل، عزلنا الحيوانات، عملنا لهم كمان مساحة صغيرة، سكرناها من كل الأماكن، سكرناها من هناك وسكرناها من هنا كمان، وهذا مستقبلا راح أسويه باب مشان سهولة الدخول لمكان الغنم. هذا المكان راح يكون قطعة واحدة إن شاء الله، مستقبلا ممكن نعمله بلاط، بس حاليا راح نحاول نساويه قطعة واحدة بحيث انه سهولة الحركة تدور على البيت بكل سهولة وتراقب الاغنام وممكن تطعمهم من هذا المكان بكل سهولة، فراح يكون جميل جدا الحمد لله انك بتكون تشاهد الحيوانات من كل الجهات وانت داخل البيت تشاهد حيواناتك من كل الجهات. شايفين منظر روعة، روعة لما تصحى الصباح وتصبح على الحيوانات وتطعمهم من هنا من على البرندة هذه، أكون أطعمهم. فالتصويرة هذه دار ما دار على البيت بحيث تعزل الحيوانات وفي نفس الوقت كمان نكون متابعين الحيوانات وهم بيرعوا، دار ما دار. شايفين سوينا كمان السور هذا ولسه بنكمله لغاية البوابة. هذا المكان ممكن يكون المرحلة الثالثة إن شاء الله بإذن الله، اللي راح نسكره كمان من هنا لغاية هنا بحيث يكون المرعى الثالث، يكون معانا ثلاثة أماكن لرعي الأغنام، طبعا المكان الخلفي اللي هو الكبير والمكان هذا اللي هو صغير وهذا المكان اللي بيكون كمان متوسط. شايفين المرعى ما شاء الله يرعوا الأغنام والدجاج بكل راحة، فمستقبلا لما نكون نفتح للدجاج المكان غني بالحشرات بالحشائش، فمرعى ممتاز جدا راح يوفر علينا كثير جدا في تغذية الدجاج. فأنا أريد أعتمد على المرعى كمان كجزء مهم في إطعام الدجاج علشان تقل التكلفة. عدلنا السباكة بالكامل، طبعا لسه ما خلصنا لأن السباكة كانت قديمة جدا وسيئة ومهترئة شبه منتهية تماما. شايفين كيف كانت عبارة عن أنابيب بلاستيكية، يعني سيئة للغاية صراحة، البيت هذا كان مهجور تماما. فسوينا نظام جديد بحيث تكون شبكة كاملة من المواصير لغاية مكان الدجاج، اشترينا مجموعة من المواصير الجديدة اللي نعدل فيها الشبكة كامل. فهذا المكان راح يتعدل وهذا المكان راح يتعدل وهذا المكان كمان بيتعدل إن شاء الله بحيث تكون معانا المياه في كل مكان من البيت إلى مكان الدجاج. وهذه البرندة الكبيرة اللي في البيت المهجور، برندة ممتازة جدا، بحط فيها الفقاسة بهذا المكان وبحط هنا الطاولة وكراسي وبجيب لي كمان الثلاجة وبجيب لي البوتاغاز علشان خلاص أكون قريب جدا من الدجاج ويكون عملي وحركتي من هذا المكان. فبنحتاج نرتبها الصالة هذه البرندة هذه بالأصح ونضبطها. الحمد لله خلصنا الكهرباء بالكامل، الآن صار المكان جميل جدا مرتب، شوية تنظيفات شوية بوية إن شاء الله مرة ثانية. خلونا أوريكم البيت من الداخل. هذا البيت من الداخل، البيت جميل مش سيء، يعني يحتاج له تعديلات بسيطة ترميمات بسيطة، يعني هنا ممكن يكون المطبخ، هنا الصالة، شوية ترتيبات شوية تنظيفات، الجدران يشتي لها شوية بوية مع معجون تجديد خفيف، الغرفة مناسبة، كرمكم الله، الحمام برضه الحمام جيد، يعني ممكن تعديل شوية السخان أو شيء. الصالة هنا جميلة، نعدل المعجون، نعمل لها شوية معجون وبوية، يعني لمسات خفيفة. أما البيت من الداخل جيد مش سيء. هذه غرفة ثانية كمان، فالبيت من الداخل يعني يعتبر جيد. التشويه أو الخراب اللي في البيت هذا كله من برا، الجدران مبنية بشكل عادي ومن دون المحارة، فهذا مرة ثانية إن شاء الله مستقبلا بنعمل له تعديلات، بعمل له ناوي أعمل له إن شاء الله النحت، نحت على الأسمنت ما راح يكلف، بيكون عمل جميل جدا إن شاء الله. البرندة كبيرة ومطلة على الحيوانات، هذا الحلاوة هنا إنك تكون شايف الحيوانات بالكامل وشايف المشتل وشايف كل شيء وكمان شايف البيت وشايف المزرعة. فموقع البيت هنا، البيت المهجور بوسط المزرعة، يطل على المزرعة من كل الجهات، فشايفين المنظر جميل جدا لما تصحى الصباح وتسوي لك الفطور وتصبح على حيواناتك وتدخل المشتل، يعني من المكان هذا تتحرك بكل شيء بكل أعمال المزرعة، فجميل جدا. إن شاء الله بإذن الله راح نرتب موضوع محارة هذا البيت، راح أحط له الإسمنت وأعمل له نقش يدوي بسيط جدا اللي هو النحت على الإسمنت، راح يطلع البيت جميل جدا. فالمهم الحمد لله إن إحنا خلصنا
الكهرباء لأنها كانت سيئة للغاية، وشغالين الآن كمان على السباكة، باقي معنا شغلات بسيطة ونخلصها ويكون المكان جاهز، وبعدها إن شاء الله بإذن الله نجيب الدجاج لأنه القن صار جاهز. هذا المكان اللي سويناه كمان بعمل له باب هنا إن شاء الله، وكمان من هنا راح يكون له باب من الصالة بحيث سهولة الحركة من البرندة هذه إلى مكان الدجاج، ومن هذا المكان من المرعى إلى المرعى الصغير هذا سهولة الحركة إن شاء الله بإذن الله. شفتوا البيت من الداخل يعني كان جيد جدا الحمد لله، يعني مقبول نوعا ما مع شوية معجون وتعديلات وبوية راح يصير بيت جميل جدا للسكنة. التعديلات الكثيرة أو الكبيرة هي من خارج البيت لما عدلنا هذه الغرفة السيئة، وبعدين بنحتاج نعمل المحارة للبيت من برا ونرتب الأماكن هذه ونعمل الحاجز من هنا. أنا أريد أعمل حاجز عبارة عن طبقتين من البلوك بحيث ألم كل هذه الأوساخ أو هذا التشوهات، وهنا بعمل درج إن شاء الله مشان يكون المدخل مناسب، إضافة لتعديل هذا المدخل بحيث يكون أكبر وأرتب، لأني مخطط إن شاء الله بإذن الله يكون جزء كبير من وقتي بهذا المكان بحيث أن أنا أقعد فيه من الصباح لغاية المساء، يعني أبدأ يومي أطبخ أعمل الشاي أراقب الحيوانات أتابع أمور العمل أمور المزرعة من هذا المكان، أخلص كل شيء خلاص أبدل ملابسي وأطلع على البيت أنام، يعني يكون كذا أفضل وأريح لي وأكون قريب من الحيوانات. فأنا قاعد أتخيل الآن لما يكون البيت جاهز والبوتاغاز فيه والثلاجة فيه ويكون عدة الطبخ وعدة الشاهي وكل شيء جاهزة هنا معايا بحيث خلاص أسوي كل شيء وأقعد بهذا المكان وأنا مرتاح. وهنا كمان في نقطة مهمة أنا دائما بحاول أني أتجنبها اللي هي اعتمادك على الغير أو اعتمادك على العامل أو اعتمادك على شخص معين، هذه يعني مجهدة، صحيح أنها بتساعدك في أنك تقطع شوط في العمل لكنها بتجهدك من خلال أنك تعتمد عليه، يعني مثلا أعمال كثيرة هنا في المزرعة إذا غاب أندريه يعني صراحة تتدربك عليه الأمور، يعني تتعطل عليه أمور كثيرة، فلكن قدر الإمكان أنا بحاول أني أتعلم وأستفيد بحيث احتياجي لأندري أو غيره يكون أقل وأقل كل مرة ومرة. وبخصوص هذه النقطة خلوني كمان أرد على سؤال دائما بيتكرر اللي هو كيف الأعمال في البرازيل يا هاني؟ إيش الأعمال؟ هل الأعمال متوفرة؟ إيش نوعية الأعمال اللي متوفرة في البرازيل؟ البرازيل بلد كبيرة جدا، بلد صناعي وزراعي، فالأعمال فيه كثيرة جدا، طبعا بالإضافة إلى القطاع الخدمي المطاعم المحلات المولات، فالأعمال كثيرة جدا خاصة قطاع المزارع. البرازيل معروفة أنها بلد زراعي، فالمزارع منتشرة في كل ولايات البرازيل، مزارع الحيوانية، مزارع الحبوب، مزارع الفواكه، والأعمال في المزارع ما بتتطلب خبرة كبيرة، بتتطلب منك يعني اهتمام وحرص وإخلاص في العمل. في نقطة مهمة بالنسبة للرواتب في البرازيل، بشكل عام الرواتب في البرازيل مدنية، لكن المصاريف هنا في البرازيل والخرج بيخليك تقدر تعيش بهذا الراتب المدني. معدل الرواتب ما بين 400 إلى 600 دولار، يعني بمتوسط 500 دولار، هذا المبلغ بإمكانك يعني تسكن وتاكل وتشرب وتعيش فيه، وإذا كمان حرصت ممكن توفر منه، حتى لو عندك عائلة بإمكانك تعيش بهذا المبلغ. صحيح أن الرواتب في الغرب مرتفعة، لكن لازم تحط برضو في بالك أن كل شيء غالي، الإيجارات المصاريف مرتفعة جدا، فالبرازيل وإن كان الرواتب فيها مدنية لكن المعيشة فيها أقل بكثير من الغرب. الحمد لله أنجزت جزء من أعمال السباكة وإن كان جزء بسيط، لكن المهم أننا استفدت من هذه التجربة البسيطة. بصراحة النظام المواصير البلاستيكية والتوصيلات عملية سهلة جدا أو عملية مسهلة لتركيب المواصير وتركيب نظام السباكة، ففكرتها بسيطة عبارة عن توصيلات مع مواصير مع غراء، فالفكرة بسيطة وكل شيء جاهز، القوالب جاهزة مجرد عملية توصيل فقط، فالفكرة بسيطة والعمل مسهل. عملت خلطة إسمنتية علشان أكمل تسكير الفتحات اللي بين الحواجز الجديدة للمرعى، احنا غيرنا كل نظام الحواجز والسياجات واستخدمنا طبعا الشبوك القديمة لأنها ما زالت يعني صالحة للعمل، ما في داعي ان احنا نشتري شبوك جديدة، فعدلنا النظام واستخدمنا الشبوك القديمة وسكرنا الفتحات اللي بين البلوك والشبك. بعدها رحت أقص العشب، وقص العشب على فكرة سهل وحرفة بسيطة تستطيع من خلالها أنك تحصل على فرصة عمل خاصة هنا في البرازيل. هذه المهنة وإن كانت بسيطة مطلوبة في أماكن كثيرة، لأنه هنا في البرازيل نظام العزب أو نظام العزبة أو الشاليهات منتشرة بشكل كبير جدا، فدائما ما بيحتاجوا عمال
لقص العشب. فاستخدام الماكينة سهل وبسيط جدا، ما في أي تعقيد. الفكرة فقط أنك توزن يدك وتحركها بشكل مستوي، بحيث أنك ما ترفع السكينة أو تنزلها في الأرض وتشيل التراب. الحياة في المزارع دائما بتعطيك فرص أنك تتعلم أشياء جديدة، تتعلم أشياء كثيرة، تكتسب مهارات، تكتسب مرونة التأقلم، مرونة التعامل مع المستجدات، مع الأشياء اللي بتصير. وهذا المشروع وهذه التعديلات اللي بنسويها والعمل اللي بنسويه بياخذ وقت، فالمهم ان احنا بنوثق كل شيء ان شاء الله خطوة بخطوة. وطبعا من أسباب هذا الترميم وهذا التجهيز والترتيب للبيت المهجور اني اكون بالقرب من الحيوانات اكثر لأطول وقت ممكن، على الرغم أني يعني عايش في المزرعة وعايش مع الحيوانات 24 ساعة وأنا عندهم، لكن أريد بهذه الترتيبات وهذه التجهيزات أني أكون قريب منهم أكثر والوقت أكثر. وعلشان كمان لما أبدأ أجيب الدجاج وأجيب الفقاسة مهم جدا أننا أكون قريب منهم الوقت أطول، خاصة الفقاسة تحتاج منك أنك تكون متابعها أول بأول، لأنه انطفت الكهرباء، صار اختلاف في النظام، تغيرت درجة الحرارة، صار أي شيء طارئ لازم تكون قريب من الفقاسة، ما لم الكتاكيت البيض كله بيفسد. فمهم جدا أنك تكون قريب من الفقاسة. على العموم أتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وفادكم واستمتعتوا فيه، وأخيرا وليس آخرا ادعموا القناة باللايك والاشتراك فيها، وتحياتي.